نروح نشوف الكابتن حسام البدري عقب اللقاء في المؤتمر الصحفي. لسه مشوار طويل وكان متوقع طبعا الى حد ما ان هيبقى فيه صعوبات طبعا، يعني زي ما انا قلت قبل كده اكثر من لاعب في الفرقه، في ناس لعبه اخر مباراه يوم 24 الشهر اللي فات، في ناس لعبه يوم 5 زي لعيبه الاهلي، فالتوقف الطويل ده كان متوقع ان هيبقى فيه صعوبات طبعا في الملعب شويه، ودي واضحه، وفي برضه حتى بعض المحترفين اللي ما بتشاركش بشكل مستمر، لكن انا بقول طبعا احنا برضه تعادلنا نتيجه يعني عدم تركيز، نتيجه التعب اللي كان موجود في الاخر، ولسه المشوار طويل، لكن فقدنا نقطتين وهنفكر في المباراه، عندنا مباراه كمان 3 ايام ان شاء الله خارج ملعبنا، ده اللي هنفكر فيه ان شاء الله، ولسه المشوار طويل ان شاء الله. خلينا نقول اكيد يعني انت لو قلت مثلا هناخد مثال زي عبد الله جمعه النهارده، انت بتتكلم في مثال من امثال انت بتقول خبرتهم، لكن عبد الله النهارده اعتقد ادى بشكل كويس، حارب وادى بشكل كويس دفاعيا وهجوميا، و بالرغم بقول يعني هو كان احد العناصر اللي بقالهم فتره ما لعبوش، لكن ريتمه كان كويس، لكن مش عاوزين بقى نقول الاسباب ان الخبره، لان احنا هنمر بمراحل زي دي زي ما انا قلت قبل كده، ان احنا عندنا اهداف عاوزين نحققها وهي التاهل ان شاء الله، وفي نفس الوقت عاوزين نجدد، فاذا بصينا لحاجه وما بصيناش للثانيه هنفضل ايه، نقدم خطوه ونرجع خطوه، نقدم خطوه ونرجع خطوه، ففي عناصر جديده موجوده مع المنتخب، اللي هيثبت نفسه واللي هيقدر يبقى يعني قد فانيله مصر ان شاء الله هيكمل يعني، لكن لازم ان احنا هنجدد، ولازم ان احنا هندعم، ولازم هيبقى في عناصر جديده، واعتقد احنا كلنا الفتره اللي فاتت طالبنا بكده، والوقت حان ان يبقى في عناصر جديده، والعناصر اللي موجوده مش وحشه، لكن احنا خلينا نروح بالمنطق للمشكله اللي احنا فيها، المشكله اللي احنا فيها عشان نتكلم بمنطقيه ان ما عندناش فورمه مباريات بالشكل الكويس. كم كبير جدا من اللعيبه ما عندهمش فورمه مباريات نتيجه التوقف الطويل، وده خارج عن اراده اي حد، فهنتعامل مع الظروف دي لغايه ما تمر المرحله ان شاء الله، فاضل لنا مباراه جزر القمر ان شاء الله، والمرحله دي بصعوباتها هتنتهي، لان هيبقى بقى في استئناف تاني ومباراه الدوري، لكن خلينا نفكر بمنطقيه، مش عاوزين نقول الاسباب ان احنا عشان جددنا وقلنا عناصر جديده، لا احنا مطالبين وعاوزين يبقى في عناصر جديده، والعناصر الجديده انا بقول يعني مرضيه ومبشره، لكن مش عاوزين نتيجه المباراه، والحمد لله يعني في اسوأ من كده، لكن النهارده يعني بقول كنا ممكن نكسب المباراه، وكان في البدايه برضو في فرص علينا وكان في فرص لينا بسيطه، فهي دي كره القدم، وخلينا نبص بقى ان شاء الله للمرحله اللي جايه والمباراه دي اللي جايه ان شاء الله. اي فرقه ساعات بتمر بالظروف دي، بيبقى في صعوبات، بيبقى في اصابات، بيبقى في ظروف، فده اللي واجهه منتخب مصر في الفتره دي، علينا بس ان احنا نبقى تفكيرنا ايجابي للي جاي ان شاء الله، وعندنا ثقه وانا عندي ثقه ان شاء الله، وده اللي قلته للعيبه دلوقتي، مش هنتكلم في اي حاجه الا تفكيرنا في المباراه اللي هي بعد 4 ايام ان شاء الله.